بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التول تيب واحدة من ضمن التولز الجميلة جدا في فاونديشن، وإنها بتساعد بشكل كبير جدا في إنها بتسهل على اليوزر إنه يتعامل مع اليوزر انترفيس بتاعتك بشكل أسهل، يعني هي اكسسبيليتي أكتر يا جماعة. من اسمها كده تول تيب عبارة عن تيب، نص تلميح بيظهر في حالة اي ايفنت معين. يعني انا هنحاول نقص المفهوم بتاع لما تيجي تعمل هوفر، بنشوفها في شكل كبير اهو يا جماعه. ده اللي احنا هنحاول نحققه، بتشوفها كتير مثلا في مجموعات الاوفيس، لما تيجي توقف على الايكون بتاعت البيست بتلاقي كاتب لك عليها بيست. ده الجانب الوظيفي من انت تحاول تستخدمها. فبرضه انت مربوط بالفكره، انت عندك الدور، بس شوف هتطبقها ازاي. انت ممكن تطبقها بشكل يسهل من على المستخدم انه يتعامل مع الواجهه بتاعه الديزاين بتاعك، وده امر مطلوب بشكل كبير يا جماعه. خلوني طيب ارجع للكود بتاعي، ولنفرض احنا هنحاول نحكي بمثال بسيط جدا. هنبتدي نكتب مثلا جمله معينه، ده مثلا فاونديشن فريم ورك، وانا عايز احط تول تيب على كلمه فاونديشن يا جماعه. اول خطوه راح اعملها اني احوطها بالوسم اكسلنت، بالوسم سبان. انا ما اظن الناس استكشفت اهميه الوسم سبان في انها تتعامل مع العناصر اللي محتاجه سبيسيفيك ستايلنج ان لاين عليها هي، فده وسم مهم جدا بصراحه يا جماعه. تمام، انا الكلمه ديت هي اللي انا عايز احط لها الستايلز بتاعت مين؟ التول تيب. اوكي جميل. طيب اول حاجه راح نعملها يا جماعه بمنتهى البساطه اني اديلها لكلاس المميز للتول تيب اللي هو هيكون عباره عن اسمه يا جماعه هاز تيب، هاز هايفن تيب. اوكي جميل. لو انا عملت كنترول اس، السؤال المنطقي من كلامك طيب فين التب اكزاكتلي يا جماعه؟ انت قلت له ان هو عايز يكون يعني هاز تب. طب ايه التاثير بتاع هاز تب الكلاس يا جماعه؟ ابتدى يخلي لك الكلمه بولد شويه ويحط لك تحتها اندرلاين دوتت نقط. ده التاثير المميز، هو ان لما بتيجي تعمل هوفر عليها بيعمل لك الماوس جنب منه علامه استفهام، تمام؟ وهو بيبتدي يعمل ريفرش كل تايم معين، يعني ايه علشان معلومه دقيقه بصراحه، ان يعني هو حاسس بان انت ممكن تشتغل على ديفينيشنز تانيه للهوفر، فاهمني؟ فده هو بيحاول يعمل ريفريشنج ليها كل شويه. المهم الله المستعان. طيب السؤال الثاني، فين التب؟ فين الكلام اللي انت عايز تكتبه؟ فالكلام اللي انت عايز حضرتك عايز تكتبه بتكتبه في التايتل، بتكتبه في الخاصيه تايتل. ايه نفرض مثلا انا هكتب باي مثلا. اوكي انا ده النص اللي انا عايز اكتبه بمنتهى البساطه. فانا لو عملت ريفريش هلاقي اني لما ابتدي اعمل هوفر الهنت بتاعي يظهر، تمام؟ ادي الكلمه هي ظهرت معايا، النص اللي انا كنت كاتبه ظهر في تول تيب صغيره من تحت بتاخد شادو، وده الكلام اللي موجود في قلب مين؟ في قلب المتصفح بتاعي، تمام؟ طيب جميل. كده حضرتك ممكن تستكفي بالموضوع ده، يعني انت تستخدم التول تيب الستايلز اللي موجوده في قلب البراوزر بتاعك، لكن حضرتك ممكن تخلي الامور تظهر بشكل اجمل شويه باستخدام كلاس، او باستخدام واحده من ضمن الاتريبيوتس الجميله اللي اسمها يا جماعه داتا هايفن تول تيب. تاخد مسافه وتكتب اريا هايفن هاز بوب اب، وتعمل يساوي وتروح تحط للكلاس للاتريبيوت ديت يا جماعه القيمه ترو. فديت واحد من ضمن الكلمات الجميله جدا اللي هنشوف تاثيرها دلوقتي حالا بعد ما شفنا الفرق ده. بيدي لك الستايل الجميل ده، بيخلي لك ان بالظبط كده، بيخلي لك ان الهنت بتاعك يجي لك من تحت في شكل هنت كده، ونصه بيشاور على سهم، ايه يعني الستايل اللي حضرتك شايفه، تمام؟ وده تحت من ضمن الحاجات الجميله برضو في القصه دي. إيه طيب علشان برضو من باب ان احنا ما نطلعش من الجانب ده قبل ما نشاور على خاصيه يمكن تكون الناس اخذت بالها منها، لما انا بعمل بقف بتحس ان الماوس بيبتدي يعمل ريفريشنج، يعني في حاجه مش مظبوطه في الجانب ده. طيب انا لو ضفت الاتريبيوت ديت يا جماعه اسمها داتا هايفن ديسيبل هايفن هوفر بتساوي، ورحت اديت لها القيمه فولس،
وعملت ريفرش، رحت رايح هناك بريلود وقفت على الكلمة. يمكن يكون من الواضح، يعني ربما يتبادر للناس ان هي ما فيش فرق جامد ما بينها وما بين الامر اللي حصل، او يعني ما فيش اختلاف جامد ما بين الاثنين يعني. بس انا عايز، اللي انا عايز نقوله، طالما انت بتبتدي تستايل تول تيب، يعني نص تلميحي هنت، ربما يعني يكون متحمل عليه باستايلات خاصه بالهوفر، فانت بتحاول تعزل الامور شويه، فربما يكون واخد هو ستايلات خاصه به، الوان معينه تتغير، مستخدم الكلاس هوفر، مستخدم مثلا فانكشنز ليها دخل به لما بتيجي تعمل هوفر على النص، فانت بتحاول تفضي الامور دي، تمام؟ فده هتجانب، لان انت الفيتشر المهمه جدا بالنسبه لك في التول تيب ان انت لما تيجي تعمل هوفر عليه ياخد الكلاسات دي، فانت بتحاول تفضي له المجال على الهوفر بتاعه علشان يبقى تول تيب بس. يا رب تكون الصوره ديت واضحه شويه. الجانب الرابع هو صراحة يعني جانب برضو إضافي شوية هنحاول نتكلم عنه، وهي كانت الخاصة بالتاب إندكس. ربما يكون اتكلمنا عن التاب إندكس قبل كده، والمصطلح ده مش غريب علينا يعني، بس هو هيبان لو أنا عملت مثلا دبل كيك 3 مرات وغيرت في قيم التاب إندكس، مرة بواحد، مرة باثنين، ومرة بثلاثة. وطبعا تاب يا جماعة بمنتهى البساطة دي تاب، أما بتضغط على تاب يعني تاب أنت موجود في أول فاونديشن، أنا بضغط على تاب رحت لتاني مش عارف تول تيب، بضغط على تاب رحت لتالت عادي. التاب اندكس كل قصتها أنها بتحاول توضح لك ترتيب العناصر الموجودين في الإليمنت بتاعك أو في الديفيجن اللي أنت موجود فيه يا جماعة. ده بالنسبة للتول تيب بيزكس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.